هي تنظيم دورة تكوينية حول موضوع صعوبات التعلم واضطراباته خلال اليومين 10 11 و12 من شهر مارس. هذه الدورة كتجي ضمن يعني تنزيل البرنامج السنوي ديال الجمعية، واللي في شقه المتعلق بتعزيز قدرات ديال المستخدمين المربيات والأطر العاملة بالمركز. فعلا كنعرفوا الأهمية ديال مثل هذه الدورات اللي تسعى الى يعني الرفع من قدرات هذه الفئة من اجل تجويد يعني العمل ديال الجمعية وتحقيق الأهداف المسطرة يعني في عمل الجمعية. منظمة جمعية الحنان للتنمية وإدماج الأطفال في وضعية إعاقة ذهنية، دورة تكوينية موسومة بصعوبات التعلم واضطراباته. لأهمية هذا الموضوع في حياتنا اليومية مع وليداتنا، وشفنا هذه المشاكل بزاف كتوقع مع وليداتنا في المدارس وفي التعلمات ديالهم. لهذا رسأت الجمعية الحنان للتنمية وإدماج الأطفال في وضعية إعاقة إلى تنظيم هذه الدورة التكوينية من خلال توفير أو من خلال تأطير ديال مجموعة من الأخصائيين، منهم أخصائي نفسي عصبي، أخصائي في تقويم النطق، وأخصائي في العلاج النفسي الحركي. تشرفت بأن أكون ضمن كوكبة من الأخصائيين الذين ساهموا في تأطير هذه الورشة التكوينية التي شملت صعوبات التعلم واضطراباته. وكانت هذه الورشة غنية بمجموعة من المحاور والمعلومات، يعني ورشة، وأيضا تم تنظيم ورشة تطبيقية، وذلك لتدليل الصعوبات والمفاهيم وتوضيحها أمام المربيات. والحمد لله الأمور داز في جو أخوي وتفاعلي وإيجابي جدا، وشكرا لكم. شكرا موصول لكافة أعضاء المكتب الإداري لجمعية الحنان على تنظيم هذه الدورة التكوينية الموسومة بصعوبات واضطرابات التعلم، نظرا للاهميه ديال هذا الموضوع هذا اللي دابا حاليا كيطرح واحد التحديات كبير في الادماج ديال الاطفال. قرر المكتب انه ينظم هذه الدوره التكوينيه هذه اللي تناولنا فيها احنا كاخصائيين مجموعه ديال المحاور التكوينيه اللي توزعت ما بين التشخيص وطرق التدخل والكشف والفحص، اضافه الى بعض البرامج التدخليه. وشكرا.